تعوا مع بعض نقولها سوا. جاهزين؟ خلي هيك كل واحد، خلينا نشوف كتابك المقدس، عمله هيك، عمل لي هيك لشوف. للي ما معه كتاب مقدس، اذا عندك شيء تقرا فيه الكتاب ارفعه. هاليلويا. خلينا نقولها مع بعض. هذا هو كتابي المقدس، انا اؤمن بكل وعوده الصالحه تاتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، انا جاهز كي استقبل كلمه الايمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير وبكل تأكيد أحقق كل مقاصد الله في حياتي. أشكرك يا رب لأجل عملك، أشكرك لأجل روحك في هذه القاعة، أشكرك يا رب لأجل زيارتك لنا سيدي الأسبوع الماضي. لكن نصلي في الأيام القادمة أن نرى يا رب يدك تأتي بقوة وتملك على كل شاب وصبي. لا أحد اليوم يخرج كما دخل، لكن يخرج محرر، مشفي، مخلص. صلي رب أنه مجدك وحده يرى في هذا المكان، ولا أحد يسرق مجدك. أنت تزيد ونحن ننقص، أنت ترتفع ونحن ننخفض. ليس لنا فقط ليسوع، نعطي كل المجد. كل شعب الله يقول أمين ثم آمين ثم آمين. تفضلوا. مجدنا ليسوع. الأسبوع الماضي باحتفال يوم 50 كان عنا وقت رائع. من جديد أنا بصلي قريبة رح توصلك هذه الوعظة، بصلي تكون سبب بركة لحياتك ولحياتك. لكن تحدثت عن شيء كتير مهم، وأنا اليوم بنفس السياق رح كون عم بحكي عنه، لأنه إن شاء الله نهار الأحد رح كون عم بحكي عن وعظة كلمة هامة جدا الأحد القادم بنعمة الرب يسوع المسيح، اللي هي بتحركنا في فهمنا لأهمية الإيمان والمسحة. أهمية الإيمان والمسحة. لكن في أسبوع الماضي كنا عم نحكي عن أهمية الأجواء. من جديد بديك تقول معي الأجواء. قول من جديد أجواء. اللي هيك لحدك قل له شو أجواءك. عرفنا كيف؟ تعرف نحن عادة وين ما منروح منسأل الناس عادة كيف حالك، شو أخبارك، شو الأخبار، كيف الأجواء، عرفتني عندك إلى آخره. واليوم أنا بديك تبلش تلاحظ كيف هي الأجواء، لأنه بحسب الأجواء أنا فيني خبرك على هذا الإنسان كيف رح يكون عم بيكمل حياته إيه ولا لا. لأنه الأجواء كتير كتير مهمة بالحقيقة في كل الكتاب المقدس. فهمنا الأسبوع الماضي للأشخاص ما كانوا من جديد، فهمنا بأنه الله مزارع. قلوا هيك لحدا، قلوا الله مزارع. الله بيشتغل مزارع. الأشخاص ما بتعرف الله فلاح. هللويا. لأنه بعرف هو طبيب. هللويا. بكل تأكيد هو طبيب، وبكل تأكيد هو مهندس. انظر ماذا فعل في هذا العالم. بكل تأكيد هو بي. هللويا. وبكل تأكيد أيضا هو فلاح. أنا فلاح وأبويا فلاح. هللويا. وأمي هي كمان فلاحة مجدا ليسوع. بقى الفلاحة، الأشخاص اللي بتشتغل بالفلاحة تعرف أهمية. تعرف ما بعرف حدا منكم شي مرة ربى بلانت؟ بلانت بالبيت. شتلي. حدا عنده ببيته شتلي؟ ليك هالشتلي ببيت حدا عنده شتلي؟ عادة كم واحد ربى شتلي وفهم صار عنده حب لهالشتلي، صار يسقيها. أنا هلأ خيي جابي الأسيس مربى كنار، بقى جاب حطه على الفيسبوك كمان. مش ما شاء الله. بقول يا عمي اخذ له عقله هالكنار، هو ومرته كل ما بطلع لعنده تعال شوف لك. صار في 3 بيضات، بعدين صار في عنده فقسه، هلا مفقسين وقاعد الان. امبارح قاعدين عم قاعد انا وياه عم نحكي هيك ونشرب فنجان شاي، بعد شو عيط له مرته تعال 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 شوف لك لك طلع هذا صغير وقفه. بتعرف في شيء بصير عندك هوس لما بتشوف بتبقى عم تربي شيء. والشتلات ايضا انا بتذكر فتره من فترات صار عندي شتله، بعدين سافرت ورجعت لقيتها اتكلت على الله شتله، يعني راحت انتقلت الى رحمته تعالى. رحت قعدت جمعتين ورات لبنان، رجعت ما كان في حدا يهتم لي بشتلتي، وضاعت شتلتي ودفنتها دفنة طليق بها. انما النقطه بانه الشتله بحاجه لرعايه، وكل شيء مزروع بحاجة لرعاية. لأنه الكتاب بيعلمنا بأنه بالحقيقة حتى الكتاب المقدس بيقول خرج الزارع لكي يزرع. والمشكلة ولا مرة كانت بالأرض، المشكلة عفوا ولا مرة كانت بالبزار،
المشكلة دائما ولا بالزارع ولا بالعناية تبع الزارع، المشكلة دائما كانت هي بالأرض. وبالحقيقة حتى الأرض الشوكية، طبعا شيل الطريق على جنب لأنه الطريق بفرجي عن الأشخاص، بيقول الكتاب المقدس اللي سقطت عليهم البزار، قال وأتى طيور السماء وأجوا أكلوها بسرعة، يعني ما لحقت تطلع البزار اللي نزلت على الطريق مثل الأشخاص. قال هيدول هن الأشخاص، سميهم يسوع، قال هيدول الأشخاص اللي بيسمعوا كلمة الرب اللي بتفوت من هون وبتطلع من هون، أول ما بيطلعوا من الكنيسة كأنه ما صار شيء، وتيتي تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. ولكن الأشخاص آخرين هن اللي بتجي الكلمة على الصخر، وأشخاص آخرين هن اللي بتجي كلمة بين الشوك، وأشخاص آخرين اللي بتجي الكلمة بين الأرض الطيبة. وبيقول الكتاب المقدس بأنه هيدول الأشخاص اللي اجت الكلمة على الصخر، قال نبتت وطلعت وهي إلى حين، قال وبعدين اجت الشمس وحرقتها. كنت عم فكر بأنه لو حدا قرر أنه هيدا الصخر ينكسر ويتحول إلى تربة صالحة، كان في ممكن يكون هناك أجواء مؤاتية لهذه البزارة أنه تطلع. وأنا وياك منعرف بأنه الروح القدس قال كالمطرقة، شو بيعمل بالمطرقة؟ يحطم الصخر. وروح القدس هو كالنار، شو بيعمل؟ قال هو نار آكلة، بسمي الكتاب المقدس، قال يحرق كل قش ويحرق كل شيء آخر عم بيحاول أنه يخنق بزار الإيمان المزروعة بحياتك. ومن جديد أجواء، قول معي أجواء. ومشان هيك يا أحبة، الشيء الذي يغير الأجواء بالحقيقة عم بيعطي فرصة لعمل الله في حياتك وفي حياتك. وبدي ذكرك بالشيء اللي قلت لك الأسبوع الماضي، إنما اليوم رح زيد عليه هيك بسرعة بالوقت اللي عندي. بدي ذكرك بأنه إذا الله خلق السماوات والأرض، بيقول هيك بالآية الأولى، قال في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض مقفرة، وكانت الأرض مظلمة، وكانت الظلمة ترف الأرض، قال وكان روح الرب يرف فوق المياه، ثم قال الرب ليكن نور. أول شيء بس بين هلالين للأشخاص اللي بيسألوا حالهم هذا السؤال، بديك تعرف بأنه لما بيقول الكتاب المقدس في البدء خلق الله السماوات والأرض، هذا يعني في البدء. إمتى في البدء؟ ما بعرف إمتى في البدء، بس بالحقيقة بالبدء، ولربما من ملايين ملايين السنين. يعني هذه الأرض اللي أنا وياك عايشين عليها أرض كتير 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 ختيارة، عمرها ملايين ملايين السنين. وطبعا من خلال اكتشافات نحن أيضا عم نكتشف بأنه عمر الأرض مش 6000 سنة، عمر الأرض أكثر من 6000 سنة. لكن الخليقة ببداية إذ الله قال ليكن نور، أو وضعت هذه الأرض بشكل بهذا السيستم، هذا النظام الجديد، هذا النظام الجديد قد ابتكر في سنة 6000 أو 4004 بالحقيقة آدم قبل المسيح. وبشكل من الأشكال، يعني إذا بترجع عم نحكي بالتاريخ، إذا بترجع لورا، وبشكل من الأشكال قال بيقول الكتاب كانت الأرض غير قابلة للسكن. إذن بمعنى بشكل من الأشكال أنا قادر وياك أنه نفهم بأنه في شيء صار لهذه الأرض، صارت هيك لأنه الله خلق في البدء الأرض. إمتى في البدء؟ ما بعرف، لكن إله الذي يسكن بنور لا يدنى منه، الإله الذي بالحقيقة كل شيء يفعله يفعله بكمال، ويفعله بدقة، ويفعل باحتراف بكل ما الكلمة المعنى، مستحيل أنه يكون قد خلق شيء مشوش ومظلم وفيه شوك وما فيه حياة. إذن بشكل من الأشكال قادر أنه أنا وياك نفهم بأنه قبل الآية الأولى في سفر التكوين في أحداث كثيرة قد حصلت للأرض أنا وياك بنجهلها. هذا عم يفهم علي؟ ما أنت هون؟ وهون فيني أقدر أفهم أنه كيف صاروا الديناصورات. وبالحقيقة عصر الديناصورات يمكن كان في خليقة تانية، ما بعرف، بس لربما يكون كان في، أنا بعتقد أنه إيه كان في خليقة تانية. وبتعرف الشيء الذي بيقول لي أنه كان في شيء عايش على الأرض قبل هو طبعا الديناصورات، لكن اللي بيقول لي أكثر غير أنه الديناصورات وكل الأشياء اللي عم نلاقيها اللي هي بعض القصص اللي منلاقيها رواسب على الأرض، بتقول بأنه بالحقيقة كان في نوع ما من حياة ما موجودة على الأرض، لكن ما قدرنا اكتشفنا حضارة، يعني بمعنى آخر
كل معالم الحضارية قد اختفت عن الأرض. الحضارة القديمة اللي اكتشفناها هي طبعا الحضارة اللي تعود إلى سنة 4004 قبل المسيح، هو وجود آدم وجود الإنسان. لكن السؤال هو التالي لألي ولألك، الله ما بيخلق شيء مشوش صح؟ إذا في شيء صار خلى الأرض هي تصير مشوشة، وأنا وياك منعرف شو اللي صار. بقول الكتاب المقدس شو يسوع وقف وحكي لتلاميذه شو قال لهم؟ قال لهم رأيت الشيطان شو يهبط من السماء كالنار شو كالبرق على الأرض. شو بكم ما أنتوا هون؟ ولذلك أعطيكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب ولا يجزكم شيء من قوة إبليس. واليوم أنا عم بسأل، إذا بمعنى بحالة سقوط إبليس على الأرض تحولت هذه الأرض من مكان رائع إلى مكان مشوش، شيك؟ شو بكم؟ يعني بمعنى لما سقط إبليس أو هوى إبليس على الأرض قبل، عم بحكيك قبل التكوين، لما لأنه التكوين حدث في الآية 2، ومش هناك بالحقيقة لما بتقرأ بسفر التكوين ما بتقرأ الله خلق الأرض. عم سمعوني؟ بتقرأ في البدء خلق الله السماوات والأرض. أمتى في البدء؟ في البدء. بالماتيماتيك بنقول تون فيغ لانفيني، يعني ما بنعرف، بمكان ما بوقت ما، شيك؟ لكن السؤال هو التالي، تصارت هذه الأرض مشوشة هو وجود الشيطان. ومشان هيك إذ أتى الرب وجدد وجه الأرض، بقول الكتاب المقدس كان على الروح القدس أن يأتي ويغير أجواء الأرض. ما عم تسمعوني؟ أنا اليوم عم بحكي كلام لربما يغير حياتك. إذا بدك حياتك تتغير الأجواء تبعك لازم تتغير، لأنه وقت ما بقعد بوعظك اليوم من الصبح لعشية لكن أنت عايش بأجواء عجيبة غريبة، رح تضلك عايش هونيك بهذه الأجواء العجيبة الغريبة، وكلمة الله اللي فيك رح تموت وما رح تقدر تطلع، لأنه ما فيها مكان، من المكان اللي مزروعة فيه هذه الكلمة غير مهيأ أن يستقبل هذه الكلمة، لأنه هذه الكلمة تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى اهتمام، تحتاج لربما إلى بيت بلاستيك حتى لتطلع. ما عم تسمعوني؟ ومشان هيك أنا اليوم عم شجعك بأنه قال أتى روح الرب وصار يرف على وجه المياه ثم قال الله. إذن الأجواء بتتغير قبل ما الله يبلش يحكي لحياتك وتبلش تستقبل تغييرات الله في حياتك. شو عم طلعوا فيي بعد؟ طلع حدك من جديد قال له الأجواء، بعد مرة قال له الأجواء. وإذ الله يريد أن يفعل أي شيء في هذا العالم بالحقيقة الله يغير الأجواء. واليوم سؤالي لألك هي شو هي هالأجواء اللي أنت عايش فيها؟ لأنه في مثل باللبنان كثير معبر بيقول لك إن الطيور على أشكالها تقع، وبيقول كمان الكتاب المقدس إن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. كنت دائما أسأل حالي طب ليش هذه المعاشرات تفسد الأخلاق الجيدة؟ لأنه عم بتحط كلمة الله الحياة اللي فيها بمكان غير قابل للحياة، بمكان قاتل ومسم لكلمة الله. إذن هذه الكلمة اللي فيك عم بتصير كأنها صخر عم بتموت وعم تندفن في حياتك ولا تعود تثمر بسبب الأجواء اللي أنت عايش فيها. اليوم أنا بسألك سؤال، مين أصحابك؟ وين تقعد؟ كيف بتمضي أيامك؟ شو بتعمل؟ كل هذا النوع بيقول لي أي نوع من الأجواء اللي أنت عم بتهيئها لكلمة الله في حياتك أنه تسمر إيه ولا لا. لأنه قديش في أشخاص بتاريخ كنيسة حياة فياضة سنين عديدة صرنا بالفتنة بسنة 18، يعني بلشنا نرشد هلا نصير راشدين مجدا ليسوع، بعد كم شهر لقدام يعني منصير راشدين جدا مجدا، نصير عمنا 18 سنة هاليلويا ككنيسة. لكن عم بتطلع بأنه بكل هذا التاريخ وبكل تاريخ خدمتي قديش شفت أشخاص إجت بكيت، قديش شفت أشخاص إجت شقلبت. حتى في شخص هذيك المرة سألني قال لي بتعرف فلان؟ قلت له ايه. قال لي انا بعرف انه هذا اجى لعندكم على الكنيسة والرب عمل بحياته، لكن شو صار ما دام رجع هلا صار اضرب؟ قلت له انا ايه صار اضرب فعلا. قال لي شو صار معه؟ قلت له بالحقيقه لمس الرب ضيق النعمه، لكن بالحقيقه حياته ما تغيرت، الكلمه اللي فيه فطست. ما تسمعوني يا احبه؟ وياما أشخاص بتجي بتكتشف الرب، بتطلع على اللقاءات، بتنلمس لمسة حقيقية،
بتذوق المجد، تعرف انه عن جد الرب حقيقي، تعرف انه عن جد الروح القدس حقيقي، تعرف انه لهدول جاءوا، صير تعرف كانت تسبنا قبل، هلا بطل تسبنا بس بطل تيجي لعنا. تلاقي اشخاص تلاقي واو انه ايه انا بحبكم، ربي يبارككم، انا معكم معكم. وبعدين بتلاقي فجاه شلت هذه الكلمه وحطيتها بمحل صخري، حطيتها بمحل شوكي، حطيتها بمحل فيه لربما طريق، ناس عم بتدعوس عليها هذه الكلمة، ولم تقدرها ولم تهيئ لها الأجواء المناسبة من أجل أنه هذه الكلمة تنمو. لأنه بعض الأحيان لربما حتى تكون أرضك جيدة، لكن الأجواء اللي أنت عايش فيها مش أجواء جيدة، أجواء ملبدة بالغيوم، أجواء ملبدة بالسلبية، أجواء ملبدة بالسباب، أجواء ملبدة بالكفر، أجواء ملبدة بالزنا، أجواء ملبدة بالخطية، أجواء ملبدة بأمور كثيرة، عم بتخلي هذه الأرض الجيدة اللي عندك غير قادرة. يعني بتعرف مش كل شيء بتزرعه وين ما كان بيطلع. اسمعوني أنت هون اليوم، لكن بتعرف قلت لك الأحد الماضي بأنه بالحقيقة السعودية صارت عندها أكبر إنتاج للقمح، يمكن تاني إذا ماني غلطان تاني أو تالت أكبر إنتاج للقمح بالعالم صار السعودية، لأن قررت أكلت الضرب مرة السعودية. وهلأ بتعرف هلأ عم بيحضروا شيء اسمه 2020 ليعملوا اقتصاد ونصير أهم اقتصاد بالعالم. بتعرف بالنسبة لأي واحد عم بيخطط لقدام شيء مهم، شيء مهم إنك تعرف بأنه واحد أكل الضرب مرة فاتوا بالحيط. ليه؟ لأنه تخانقوا هن وأمريكا، قاموا وقفوا يعطوا بترول لأمريكا، قاموا قالوا لهم الأمريكان كله البترول تبعكم لشوف فيكم، نحن ما رح نعطيكم قمح. بقى وصل لمحال ما عندهم قمح، ما عندهم يأكلوا. قاموا قرروا بأنه خذوا البترول أعطونا قمح. وشو عملوا؟ حولوا الصحراء لمكان النزرة، جابوا خبرة من برا، استوردوا كل القصص، حطوا بيوت، عملوا لها أجواء اللي هي صحراء اللي هي ما بتزبط أنه تحط فيه هناك قمح، لكن غيروا الأجواء حتى يقدروا يطلعوا القمح لصار عندهم أكبر منتاج قمح، ثالث أو رابع أكبر منتاج قمح بالعالم. تخيل اليوم تشتري قمح سعودي، قطن سعودي، تقول تخيل قطن بالسعودية بصحراء؟ شو اللي تغير؟ غيروا الأجواء. الأرض ما غيروها، غيروا الأجواء. واليوم سؤالي لك، إذا أنت بدك تبلش تشوف حياتك فيها أسمار، إذا بدك تبلش تشوف حياتك فيها نهضة حقيقية، بلش غير الأجواء. وكيف أنا وياك منبلش نغير الأجواء؟ تذكر بأنه الأجواء بتتغير نهار اللي أنا ببلش أقبل مع معمودية الروح القدس والتكلم بألسنة طبعا، لكن لما أنا قبلتها رح بلش عيشها، رح بلش أعلنها، رح بلش أحكيها يوم بعد يوم بحياتي، وبلش غير أجواء حياتي. قلت لك بولس وسيلة قاعدين بالحبس، لأنه الرب لما إجا لمسك بالروح القدس، رب ما لمسك بالروح القدس بس حتى لي توقع وتتضحك وتتشقلب حلوين هول يعيشوا مهضومين ونعنوعين وحلوين. يعني تعرف أنا وقيت بقول واو شو حلو، افتصنا بضحك. أنا بتذكر أول مرة الرب لمسني بهذا الأسلوب، بيت أضحك أربع ساعات ما عرفت ليه. بتذكر مرة كنت بلندن، كان هي أول ما فاجأني الروح القدس، لأنه الروح القدس بفاجئ. وأنا من الأشخاص اللي ما بيعرفني قديمة، يعني أنا ماتيماتيكي يا جماعة، أنا بالنسبة لي واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما عندي كتير حركات يعني، وما عندي ماضي شنيع، يعني ما عندي شيء أقول أنه أنا إف يعني. بتعرف في أشخاص لقي واو الرب أعمل معه لمسه وهو قاعد عم يرجو، أنا ما عندي هيك قصص. بطلع بالناس اللي رب يلمسها صير أقول هذا أكيد يمكن حرام، بيه كان يضربه، هذا أمه كانت مدري شو تتركه عدل يشحط بالطرقات، وهذا مدري شو صير هيك فكر إنه. بس أنا ما كنت هيك الحمد لله، أهلي كانوا كتير منيح، ربوني منيح، حطوني مدارس جامعات، خرجت مثل كل الناس الطبيعيين يعني. وبعدين اكتشفت إنه لا مش هيك. بتذكر كنت قاعد بالجامعة سنة 93 عادة، وكان كان عم يحكي، وانا ممتلئ من روح القدس مفروض، كان عم يحكي الشخص اللي عم يحكي عن الروح القدس، عن شخص الروح القدس. وبتذكر اجى قال وقف هيك، هذا دكتور بالجامعه بيعلمنا، وقف قال بعدين وقف هيك صار وقع على الارض الزلمه، قلت له شو به هذا يمكن ديخ صار معه شيء.
مش اكل وتضغطه. تصير انت تفكر عرفتني لبناني انها جيب له مزهر، هلا وين ما تجيب له بلندن مزهر. بعدين اجى العميد تبع الجامعة قال زاهر روح لدرس، عنده غير اجندة، خلينا نوقف مع بعض ونبلش نستقبل. بنروح لدرس المستقبل، المستقبل يلا ما مستقبل. نحن شي 300 تلميذ، 312 تلميذ لكون محدد، وواقفين وعم نستقبل المروح لدرس. هلا هو بلش يصلوا للناس، كل واحد بيصلوا له يوقع بلش يضحك، صلوا له يوقع بلش وبلش عم تقرب لعندي، عم تقرب لعندي. وانا بالنسبه لي واقف هيك ناطر استقبل، عرفتني تعرف انه يلا صلي لي، حط ايدك صلي. وبالنسبه لي صرت اقول هلا بيصلي لي اوكي ربي بيركون يعني حرام. طلعوا هدول التلاميذ، بعدين شفت كثير تلاميذ بعرفهم انه كويسين من هدول الهول يعني انه منيح انه مش كان واحد بيعرف انا شو عم بحكي انا. وليته ايه وقع بيضحك. بتذكر بهذا النهار بانه اجا حط ايده علي في شيء صار معي لاول مره، كان اول اختبار لي بالحياه، كان لمسني روح لدس قبل بس مش بهذا الاسلوب. اللي صار معي بانه اجري من هون صار كانه ضربتهم شيء كهرباء، عملوا هيك بوب بوب كانه حدا فركشني، مع انه انا ما حدا فركشني. ووقعت ما وقعت هيك، هلا عاد بتعرف يوقعوا هيك، انا ما وقعت هيك، انا وقعت بوب بوب كانه واحد اكل قتلي يعني سفق لبطه وقعت. ووقعت هناك وبعدين صار يطلع شيء من هون، هذا صار يطلع من هون. حدا بيعرف شو هذا الاختبار؟ يطلع شيء من هون وصل لهون وبلش يضحك. شو عم بيصير معي؟ انا ما بحب اضحك بالكنيسه، انا مش معود انه اعمل هيك عاده، وخاصه بين الناس المحترمين. كم واحد بيعرف انا شو عم بحكي؟ وبلشت اضحك 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 اضحك. بالاخر قلت يا اخي شو هيدا عم تضحك، انت لازم توقف تضحك، ما بيجوز تضلك تضحك هيك، والخلص لازم وقف اضحك. انا عم بضحك ها 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 ها، وما رحت يعني مش قادر ها ها ها، عم بضحك عم بضحك عم بضحك. بالاخر قلت يا اخي احسن طريقه اني وقف اضحك هي اني افكر بشيء بحزن بصير بوقف اضحك. بس صرت افكر بانه مات بيي، مات بيي اضحك اكثر، ماتت امي وروح اكثر واكثر بالضحك. يا عمي شو عم بصير معي؟ تعرف بعد شي ساعه لربما لملمونا، لانه يعني بتعرف واحد صرنا بقول هيك كذا ماذا قال، صرنا كمن راى حلما، هناك ملأ الرب افواهنا ضحكا والسنتنا ترنما. قول معي ملأ أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. بتعرف أنا ماني إنسان غبي، أنا زلمة عندي ليسانس وعندي ماجستير وعم بدرس لدكتوراه، بشكل أشكال بأنه في شيء مش فايت هون، وبتطلع بأنه يه في شيء لازم أحسبه مزبوط يا عمي شو عم بصير. ووقفت بهداك المكان، بتذكر كتير منيح، وقفت بهداك المكان ولملمونا وطلعنا هيك على الريسبشن. تعرف الريسبشن بقلب الجامعة، الناس كلها قاعدين سكرتيرة، ناس فايتين عم بيجوا بتسجلوا إلى آخره، وبتعرف ناس هوني كلها جديين، وفرطنا بقلب الريسبشن صرنا عم نضحك. بعد شوي إجت السكرتيرة يا عمي لا ما بيسوى فوتوا لجوا ما بيجوا، قامت فرطت هي وصارت تضحك. وفجأة اللي بيفوت على هداك المحل بيقول لك هدول قرطة مجانين، بوتة مجانين. لك شو قال كتاب مقدس على هؤلاء ليسوا سكارى؟ لك شو قال كتاب مقدس عن إرميا؟ قال صرت بفعل الرب، قول معي بفعل الرب، قال وبفعل كلمته كرجل سكران غلبت عليه الخمرة. الرب وكلمته، قال صرت كأنك سكران. قال بيوم الخمسين نظروا الناس قالوا بطرس واقف هيك، قالوا يا جماعة هول مش سكارى مثل ما أنتم مفتكرين، لانه ما حدا بيسكر الساعه 9 الصبح، هلا هو ما كان بيعرف اهل زحله، كان لازم يقول لهم هيك ما حدا بيسكر الساعه 9 الصبح الا اللي بزحله، ونحن مش بزحله بقى. بقى ما بيعرفوا كانوا انه هون زحله الساعه 6 الصبح ببلشوا. هؤلاء ليسوا سكارى، قال هؤلاء امتلأوا من الروح القدس. وبتعرف اللي صار معي، انا بحكيك اختباري،
اللي صار معي هلا البعض الأضرب من هيك إنه بالآخر لما لمنا حالنا طلعت بالترين، تعرف كنت حابب كتير صوركم هلا، يعني عملت قصداً رحت مشوار بالترين بلندن. هلا خدت أمت الصبح خلصت المؤتمر تبعي، كان في عنا فترة بعد الظهر، رحت طلعت بالترينات بس كسر بالترينات بلندن لأنه اشتقت لهم، اشتقت لريحتهم. بقى وأنا قاعد هيك عم كسر بالترينات حبيت كتير، بس قد ما استحيت إني شيل التليفون وصوركم الترينات فرجيكم إياه، يعني حتى هون عشان فرجيك كيف الناس بتعيش بلندن. ترين ملان فيه مثلا شي 100 إنسان قاعدين بالترين، كلهم قاعدين هيك كلهم عم بيقروا، ما في حدا فاتح تمه وعم بيحكي كلمة، وإذا واحد عم بيعلك بيطلعوا فيه. يعني إذا أنت مثلا إنه كيف عم تعلك، يعني المجتمع كتير متحفظ الإنجليزي، الناس ما بيعرف، والناس قاعدين بالترينات هيك كرافتات بدلات مهمين، وانا جاي تلميذ طلعت بهالترين وانا كل وقت قاعد عم بضحك وقاعد بالترين كلهم. بس شو انا قاعد هيك وافتص من الضحك بالترين. قال لك هذا شو طلع فيك كلهم، وانا خير واحد فتصان الضحك لحاله. رحت على البيت قاعد اضحك بيت اضحك بيت اضحك كل النهار، لدرجه بالاخر عضلات معدتي كلياتها صاروا 6 باكس على الضحك. يعني قمت ثاني نهار الصبح، قالك شو الاختبار اللي انا بسميه هيك، لانه هذا اللي صار معي. هلا انت فيك تقول لي شو بدك فيهم وهدول، صار عم خبرك شيء انا عشته. هلا انت فيك تقول لي حلا بدك يقول لي، بس ما فيك تقول لي شيء ثاني لانه هذا انا عشته. تعرف اللي صار معي هو هيك، قمت ثاني نهار عندي ذاكره مش فايقله، الله شال محي كثير قصص من ذاكرتي لدرجه اني ما بقى فايق لولا شيء غير كل شيء رائع. هم سمع علي اليوم، صرت طلع بالناس اللي كانت كتير كتير عاملة قصص بحياتي، صرت قادر صلي لها، صرت حبها، اتصلت فيها بركتها. تعرف اللي صار؟ قال هناك الرب، قال عندما الرب أرجع سبينا، يعني طلعنا من الحبس، هناك ملأ أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. لما الرب حررك، لما الرب شفاك، لما الرب ملأك بروحه، ملأك بروحه حتى تغير الأجواء، ولما بتغير الأجواء تثمر، ولما تثمر تغير العالم. بولس وسيلة بالسجن، وقلت لك نهار الأحد وأنا حاب شجعكم اليوم عم بنهي، مع أنه قلت لك في أي بدي أعطيك إياه بس ما عم أعطيتك إياه، هلا بعطيك إياه. يلا بولس وسيلة بالسجن، غباء بهذاك الوقت بأنه قال راحوا شو عملوا عايدة أيدولهم إيدايهم وإجرايهم حطوهم بالحبس. الشيطان الهبيلة ما بيعرف بأن قوتنا نحن مش بإيدينا وإجراينا، قوتنا بلساننا. اسمعني، حبسهم لبولس وسيلة وأيدهم إيدايهم وإجرايهم لكن لسانهم بقي. قال وهن بالحبس شو بلشوا يعملوا؟ صاروا يسبحوا الرب. تعرف شو عم يعملوا؟ عم بيغيروا الأجواء. أنا بدي أسألك سؤال، واحد أكل 39 كرباج، كل واحد منهم 39 كرباج، كم كرباج فيك تأكل فارس؟ مجرب جيبوا لي هالكرباج. كم كرباج فيك كرباج؟ يعني بتعرف واحد يأكل 39 وحدة. تعرف هلا حتى لو أكون جونجر، يعني لو أكون شو ما أكون، لو يكون عندك هيك عضلات ومفتولة وقصص وما بعرف شو، إلا ما يكون جسمك عم يحرق كله هلا. إذا واحد راح قعد شوي بالشمس وأكل له ضربة شمس مزبوط بضل يومين ما بيقدر ينام، صح؟ كيف إذا أنت ملسوع جلدك مدمم يعني وظهرك مدمم وكله عم يحرق وما في هنيك لا تطهير ولا وبتعرف البكتيريا ولا ربما الكل الالتهابات اللي عم تاكلها وتعقوس وكان بالحرق انه رابطين لك ايديك واجريك وقاعد تحت الارض وبين المجرير وضو ما فيه وكل هذا الاساس، بتفكر بكل شيء ما عدا انك تكون هلا قاعد عم تسبح الرب.
بس الشيء اللي بده يغير هذا الواقع اللي أنا وياك شايفينه وإنك تفتح تمك وتغير الأجواء. لما بتغير الأجواء رح بتوقع كل هذه القيود والسجن رح يفتح. إحنا عادة مننطر للسجن يفتح تنبلش نسبح الرب. الرب عم بيقول لك بدك يفتح السجن بلش غير الأجواء. بدك القيود تنفك بلش غير الأجواء. بلش وقاف وصلي. ومشان هيك بتعرف شو أنا أحبه، بعتبر كل واحد عم بيصلي بكنيسة حياة فياضة هو من أبطال هذه الكنيسة، لأنه عم بيغير أجواء هالكنيسة. ما تسمعوني، عم بيغير أجواء السرسرة، بيغير أجواء النميمة، بيغير أجواء السلبية، بيغير أجواء الموت، بيغير أجواء السلبية، كل الحكي على بعض إلى آخره. كل هذه الأجواء بتتغير نهار برش تبارك الرب وتبارك الناس. ما تسمعوني؟ انتوا هون ولا لا؟ ها؟ قلوا لحدك قلوا أسيس عم بيحكي معك لك اليوم. ناسمعني يا حبا، بعد بعطيك أي وحدة لأنكم عدتوا عقلين ومنصلي. بعزرة، قول يا عزرة. بعزرة، روح على كتاب عزرة. عزرة على الإصحاح السابع. مرة تانية عزرة. عزرة سبعة. الأشخاص ما بتعرف عزرة عم بيكتب من بابل. نجديد قول معي عزرة. في كتاب هيك بالكتاب المقدس بالعهد القديم اسمه عزرة. وعزرة للصح السابع بيحكي عن هذا الشاب. اسمعني يا حبة، اللي عايش ببابل، اللي عايش بالسبي، اللي ما في شيء جيد حول منه. الله يعني فيك تتخيل، يعني هلأ الإخوة السوريين صاروا يقدروا يفهموا شوي علينا، الإخوة اللبنانيين اللي قطعنا بظروف الحرب، لكن الإخوة السوريين اللي قاعدين هون تخيلوا معي هلأ إنه إجا جيش، تخيلوا مثلا تنفترض لا سمح الله إجا جيش غريب احتل سوريا، أوكي، وشال كل السوريين من سوريا وكبهم ببلاد الله الواسعة، كبهم بمحل تاني شغلهم بالبلدان وممنوع ترجع على أرضك. تعرف مثلا عندك بيت ما فيك ترجع عليه. بعرف كثير فلسطينية عايشين بالمخيمات هون بلبنان بعدهم معهم فتيح بيوتهم، ما بيقدروا يرجعوا. فلوا 48 ما عاد رجعوا بيوتهم، فين وفلوا 67 ما عاد رجعوا بيوتهم، معهم فتيح. ما تخيل انت عندك بيت بس جيت بيخرك اخذتك فلتك، وانت عندك بيت وشقه وحياه سياره وشغل كل شيء وراحوا حطوك بغير محل. هذا اللي عايشين فيه كان وقتها بايام عزرة اليهود، شلون هيك مثل ما هن وحطوهم ببابل، ممنوع ترجع لهونيك، ممنوع تحكي شيء، ممنوع تعرف على شيء، وانت عايش بظروف صعبه، انت عايش تحت القهر، انت عايش بالسبي، انت عايش ببلد مش بلدك، انت عايش بين ناس مش شعبك، انت ما فيك تصلي، ما في هيكل، ما في كنيسه بهذيك الوقت، انتهى كل الامر، ما في كهنه، ما في كهنوت، ما في انبياء، ما في شيء. يقول الكتاب المقدس بانه عزرة بقلب بابل، ليك شو عم بيعمل؟ الصح السابع. وعم بقرأ لك أي وحدة بس. بقول هيك، لأن عزرة أخلص نيته لطلب شريعة الرب وممارستها وتعليم الشعب فرائضها وأحكامها. عم بقرأ الآية 10 من عزرة 7. لأن عزرة شو عمل ببابل؟ قال أخلص نيته لطلب شريعة الرب وممارستها وتعليمها الشعب فرائضها وأحكامها. واحد عايش بالقهر لكن عم بغير أجواء بإعلان كلمة الله، رغم بأنه ولا شيء ببشر بالخير، لكن في حدا مصدق بأنه إلهه أقوى من كل الظروف. نهار اللي هو بلش يحكي كلمة نهار ببلش يفتح تمه ويحكي، نهار ببلش يحكي مثل ما بيحكي الرب مش ما بيحكي الشيطان. تجي أنا وياك هون نقعد نحكي نسبح الرب ومنحب يسوع، وبعدين كل الوقت عايشين بقلق وخوف ومنحكي مثل ما بيحكي الشيطان ومنمجد يي داعش يي نصرة يي هذا وش عم يي يي وحبوب. اسمعني يا حبة، قال لي حياة شو والموت ها
هللويا. كيف تخوف واحد اصلا ما؟ هللويا. حدا معي هون؟ ليك هالامين كيفيه؟ نعم. لما انا وياك نبقى فاهمين بان وجودنا في هذا العالم ووجودنا في هذه الارض هو نور وملح ورائحة يسوع الطيبة، عندها في وسط الظلمة رح نبلش نحكي نور، بوسط الضعف رح نبلش نحكي قوة، نبلش نغير هذه الأجواء. أقله ما عندك شيء حلو تحكيه صلي بالروح، خلي الروح يحكي إشي حلوة. قال له إنه نحن ما بنعرف نصلي كما يليق، لكن الروح اللي في داخلنا يشفع كيف؟ بأنات تفوق التعبير. قال نحن ما بنعرف نصلي مضبوط، الروح بيصلي. بلش صلي بالروح، بلش اعلون، بلش غير اجواءك، اجواء البيت. يا رب اشكرك، تحيش تقول بيتي ليك كلهم هدول كفر هون بسبوا هدول. يا رب اشكرك من اجل هذا البيت، اشكرك يا رب لاجل مجدك على هذا البيت، اشكرك حبيبي يسوع لانك تملا كل زاويه، اشكرك يا رب لانك تقدس اللي ساكنين فيه، اشكرك حبيبي يسوع لانه نحيا بحياه رائعه وامنه وهانئه ببيتنا بوطننا بين الناس، نعلن مجدك. بلش نحكي مش شو شايفين، لكن نحكي شو لازم يكون. هاليلويا. النهار اللي الرب يملك بروح القدس من اجل انك تتفق معه، مش من اجل انك تتفق عليه. النهار اللي الرب يملك بروح القدس مش حتى اللي توقع على الارض وترجف تضحك، قلت لك انا صارت معي هيك، لكن من اجل انه يغير ذكرتك، من اجل انه يغير قلبك، ومن اجل انه يغير لسانك. لانه النهار اللي بيملك الرب بروح القدس ما بيكون عم بفكر فيك، بيكون عم بفكر بالعالم. ما عم تسمعوني يا احبه؟ مش بس يايم لمسني بعد، انا وقعه جديده، ضحكه جديده، رشفه اكثر بعد. حلوين هول، بس هدول لشو؟ لألكم. معي انتو هون ايه ولا لا؟ نهار اللي الرب يملك بروح القدس، وعم نحكي نحن بهذا الوقت، عم نحكي عن الامتلاء، عم نحكي عن اللمسة، عم نحكي عن روح الرب، عم نحكي عن الاسمار. منبلش انه نحكي، فتحت امك احكيه السجون بتفتح، فتحت امك احكيه انبياء البعل بينهزموا، فتحت امك وصلي جبال تتزحزح، فتحت امك وعلون على ظروف بيتك. شو ظروف بيتك اليوم اختي؟ صعبة؟ هل تحيا هذه العظام؟ ها؟ اقولك صعب على الرب انه يلمس ابنك بنتك اختك اختك خيك جوزك مرتك؟ هل تحيا هذه العظام؟ تنبأ على هذه العظام بالحياة يا ابن آدم، وقل لهذه العظام قومي، وتعالى يا روح حب في هذه العظام. قال وآتى روح وهب في هذا، لكن بعد ما أن تكلم حسقيال. رب ناطرك انك تعلن. الإيمان هو ليس فقط في القلب، لكن في الإعلان بالفم. ما عم تسمعوني يا أحبة؟ إنك توقف تصلي ويسألك سؤال كوز اللي حدا كله، إنت آخر مرة صليت مزبوط؟ ما هذا عم بينكوز حدا أساساً أصلاً، ما لك جليدة تنكزه بدك تصلي؟ إذا ما لك جليدة تنكزه جديد قل له إمتى آخر مرة صليت مزبوط؟ قال له ما بسألك إمتى آخر مرة نقيت، لأنه كل يوم بتنق بعرف. عم سمعوني أنت هون؟ قال له ما بسألك إمتى نقيت، عم بسألك إمتى صليت. لأنه إذا بدي أسمع نق هلا رح بقعد بسمع نق على كل شيء، لا عجبك البيت ولا السيارة ولا جوزك ولا الطيارة ولا البيت ولا الشغل ولا الطرقات ولا البلدية ولا السياسيين ولا العجب ولا الصيام برجب ولا تعرف هدول كلهم مش عاجبينك، وبدك تغير كل شيء. إذا فيك بعد تغير، عرفتني؟ وطعم ثورة ثورة خلاص. والرب عم لك بدك ثورة حقيقية، بلش أنت تغير، وبلش أعلون. أعلون، خلينا نوقف مع بعض يا أحبة. قال لي يا رب أريد أن أحيا كعزرة، بعرف تأخرت عليكم سامحوني،
بس عملنا كثير اشياء في هذا الاجتماع اليوم. ارفع ايديك قبل ما ننهي الاجتماع، لنهار الاحد الصبح رح يكون في عنا اجتماع غير عادي. نهار الاحد صباحا الساعة 11 بديك ترفع ايدي هيك كل واحد وتقول له سيدي المس فمي بجمرة من مذبحك اليوم. ارفع ايديك هيك قل له يا رب جيب جمرة من مذبحك اليوم والموس تمي، الموس قلبي. المس بي جامرك شفاهنا، المس بي جامرك شافتا، المس بي جامرك قلوبنا، المس بي جامرك أفكارنا، المس بي جمرك عقولنا. تعرف قبل ما انهي الاجتماع بعد اعطوني شي دقيقتين وبنهي بوعدكم، بس ارفع ايديك هلا قدام الرب، بديك تغمض عيونك لثواني، بدي اعمل لك هذا الدفوار هلا تعمله. انت مغمض عيونك بديك تبلش تشوف مش الاشياء كيفيه هلا لان كلنا شايفينها، بديك تبلش تشوف كيف لازم تكون. لأنه هلا رح نحكي عن ما نصلي للكنيسة، ما نصلي للمؤتمر، وما نصلي للبنان من جديد. لكن بديك هلا تصلي لحياتك، مش أنت كيف هي عايشة هلا، لكن كيف لازم تكون حياتك. بديك تشوفها كيف لازم يكون بيتك، كيف لازم يكونوا أولادك. بديك تشوفهم مثل مش مهنة، مثل مهنة لازم يصيروا. فايدك بلش هلا قول شو شايف بالروح، مش شو شايف بالعيون. احكي على شغلك، مش تنق ما في شغل ومدير عاطل، بلش علون كيف لازم يكون. وبلش تصرف على هذا الاساس. وكل يوم كل ما ابليس يذكرك بانت شو شايف، ذكره بشو الرابع عم بيقول. علون بيتي رح يكون أحلى بيت، فيه صوت ترنم وخلاص. أولادي رح ينمو مثل ما قال الكتاب المقدس، حد هيك كان نخلة ورح يطلعوا حد مني ويفرحوا حول طاولتي ويكونوا عم يخدموا يسوع. شغلي رح يزدهر جدا. علون هيك، علون لن يكون هناك في بكاء ولا حزن فيما بعد، لأنه إلهي يمسح كل دمعة من عيوني. هاللويا. وأولادي رح يخدموا يسوع. علون هيك، علون. لك المجد يا رب، لك الكرامة سيدي. أجواء بيتنا رح تكون أجواء فرح، أجواء شغلي رح تكون أجواء سلام. وين ما بروح سوف أغير هذه الأجواء باسم يسوع، وسوف أعلن مجد الرب يحل في أي مكان أذهب إليه. هاللويا. بل صلي بالروح لثواني. تعال نصلي بالروح ونعلن لبنان يتغير الأجواء اللي فوق منه، من أجواء صراع وأجواء فتات وأجواء انشقاق وأجواء انقسام، إلى أجواء كمال، إلى أجواء دولة، إلى أجواء مكان حضور الرب، إلى أجواء ازدهار، إلى أجواء فرح، إلى أجواء انتصار. هاللويا. نعم نعم. صلي بروح القدس. خلينا نشوف كل واحد رافع ايادي وعم بيصلي بالروح كما ليس من قبل. صلي اكثر، صلي اكثر، صلي اكثر، صلي على العالي، صلي على العالي. خلي ابليس يسمع ويخافك. هاليلويا. لك المجد يا رب، لك المجد، لك المجد، لك المجد. اشكرك يا رب لانه هذه الخدمه، هذه الكنيسه تكون كنيسه للانتصار، كنيسة للامتداد، كنيسة لحصد النفوس، كنيسة للتأثير. هاللويا. كنيسة لمجد يسوع في الأيام الأخيرة. هاللويا. 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 نعظمك يا رب، لن يكون مؤتمرنا أحلى مؤتمر في كل السنين الماضية، لن يكون أفضل 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 من كل السنين الماضية. هاللويا. وأشكرك سيدي من كل النواحي، مجدك يحل في هذا المؤتمر، مجدك يحل في كل اجتماع بنعمله. هاللويا. لك المجد، لك المجد، لك الكرامة سيدي.
هللويا 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 هللويا. نعظم الحمد الحي للأبد، يسوع شفيعنا، أنت الملك. مبارك هو الآتي باسم الرب. خذي الشخص اللي حدك، خذي الشخص اللي حدك، ابتسم له، قل له من هلا ورايح إذا بدي أشوفك أو أسمعك عم تحكي كلام ما بيمجد الرب راح أشمط لك دينتك، قل له هيك من هلا. هللويا أمين. أو أسمعك عم تحكي على حدا، تعرف في حدا بعت لي بس هيك قال الذهن الكامل هو اللي بيحكي للجبال، الذهن المتوسط هو اللي بيحكي للظروف، الذهن العاطل والمسموم هو اللي بيحكي على العالم. هو اللي بيحكي على العالم، هذا ما عندهش تاني يعمله، بعد ما يكون عم بفكر كيف يغير العالم قاعد عم بيحكي على العالم. واليوم قال له لن يخرج من فمي الا كلام صالح للشو؟ للشو؟ قال له لحدك قال له كلامك شو بيعمل؟ يا ابني يعطي السامعين نعمة. يا رب اشكرك يا رب تلمس كل شاب وصبية وكل عائلة موجودة في هذه القاعة، أشكرك لأجل عمل روحك يا قدوس والأيام القادمة، أشكرك من أجل المؤتمر وهذه الكنيسة الرائعة، مبارك اسمك يا قدوس لأجل كل ما أنت فاعل معنا في الأيام القادمة، لك كل المجد من الآن وإلى الأبد، كل شعب الله يقول أمين. ما تنسوا بشوفكم الأحد الساعة 11 وانطروا رسالة جديدة من السماء. اجتماعنا انتهى، نعمة ربنا يسوع محبة الله الآب شركة روح القدس تكون معي ومعك لأن يعود الرب بسحاب المجد. أمين.